السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا حبايبي ماشي انا وعبد الله ابني في السوبر ماركت، فقال لي بابا ايه، انا عايز اعمل معاك تحدي. قلت له ماشي يا حبيبي هنجيبه لحمه وكده. قال لي لا انا عايز اعمل تحدي بمزاج انا. قلت له ماشي فكر. قعد يفكر يفكر وتاري هو مرتب حاله ومفكر ومظبط نفسه. لقيته جايب لي ايه، الزبادي بالفراوله. انا عموما كده كده بجيب الزبادي السائد على طول. لقيته هو بقى جايب لي الزبادي الفراوله وقال لي بص يا بابا انت هتاكل سته وانا سته. قلت له ناكل سته وسته في دي، قال لي اكل اكتر وهو كسبان. قلت له ماشي يا حبيبي. قال لي طب يا بابا هيبقى العقاب ايه، ولا اللي هيكسب هياخد ايه؟ قلت له اه انت مرتب قول لي عايز ايه. قام لقيته مد ايده جاب الشوكولاته دي. طبعا دول تلات حتت مع بعضيهم اهم. بصوا دي شوكولاته بجوز الهند، ودي شوكولاته جواها بسكوته اسمها تويكس، ودي سنيكرز دي محشيه يعني محشيه بقى شوكولاته، دي بالكراميل، ودي محشيه بندق وسوداني وحاجات كده، ودي بجوز الهند. فهو عامل حسابه ان هو يكسب. انا سبته وقلت له احلم احلم ان انت تكسب، وفي الاخر اللي بيكسب هو اللي هياخد الشوكولاته. وانا يا جماعه من دلوقتي بقول لكم ان شاء الله انا كسبان ان شاء الله. انا اللي هكسب. يلا بينا. يلا جاهز؟ جاهز. احنا هنعمل التحدي على ايه؟ دقيقة. دقيقة واحدة. هظبط التايم. اظبط يلا التايم بتاعك. وخلي جمهورك اللي متحمس قول له يحط لك لايك. نكسر الأول عشان نجهز نفسنا. حط لنا لايك يا جماعة. اللايك واللي ما اشتركش يشترك. افتح عشان ايه بقى؟ جماعة. عايزين اللايك. يلا واحد اتنين. والاشتراك. وفعلوا الجرس. واحد اتنين تلاتة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ظبطت على الدقيقة؟ يا ابني زمان بيقولوا عليا انا شايل اللوز. كان في ناس بيقولوا ده شايل زورو. فما تحلمش ما تحلمش. بقى قد ايه؟ ده نص الوقت. شايفين يا جماعه عبد الله بيتحداني. عبد الله ابني بيتحداني. اوقف اوقف، دي ما خلصتش. خلصت؟ لا انا فتحت الرابعه اهو. لا خلصت. لا انت لسه ما دقتهاش. انا فتحت. لا نسم بنوس. والله ابدا انا فتحت الرابعه والجرس كان رن وانت كنت لسه بتاكل فيها. لا انا خلصتها. وريني كده، بنوري الناس. اوعى. بص يا جماعه، بص اللي بيضحك عليه وقول ان هو خلص اهو. لا تديني واحده بس. ولا هتشمها ولا هتدوقها ولا هتشوفها. يبقى واحده بس عشان انا بقول لك ولا هتشمها ولا هتدوقها ولا هتشوفها. كده يا جماعه عايزكم اللي ما حطش اللايك يحط اللايك. عايزين نوصل الفيديو ده لكام لايك يا عبد الله؟ 200,000. 200,000 لايك. باي.